ملامح زادنا سيرة مدونة يوم بيوم، تبقى حكاية وتبقى رواية في ضشواك أحلام. يا بت قومي اشرب الشاي وامشي على مدرستك دي. يا بت بطل الدلع ده وقومي على مدرستك. صباح الخير يا وحيد. صباحك نور يا سعاد. هم الناس احمدي بعد ما تشرب الشايكة تعشب بيتك دي مالها يا توبدي؟ اختي الليله من الصباحيه متعفرت علينا. اوعى زول يتكلم معاه ولا ينضم معاه كله دي اختي انا. يا وحيد ما قلت لك كم معلقه بتاع السكر؟ انت قال انا زي زولك ده ضاربني سكر وسنوني موقعه ثلاثه معالق كبيره. عفيت منك. بجردك ده السم الابيض. يا سعاد. هاي عليك الله نادي لي هنية معك. يا هنية يا بنت يا هنية ابوك دايرك. هنيه
عليك الله في كرنك جوا هناك عازله ونظافه نظفيه. وبالمره جي لي معاك مفتاح 13 من الشنطه جوا. داروا ستاندر ولا بلدي ولا حبه؟ اقول لك حاجه، جيبونا الثلاثه بعدين في ستارتر جوا عليك الله مره واحده كده نظفيه معاك. حاضر يا ابوي، بس عليك الله خش جوا شوف اختي دي ابدت بس تمشي المدرسه. حاضر بمشي. ابوي صباح الخير. صباحك النور. اهلا ابوي. افتح الماء. شكرا لك شكرا لك يا عسل. عم وحيد يتفضل. والله البنت دي شيطانه خلاص تنفع ممثله. يلا يا بنت قومي البس هدومك وامشي على مدرستك. يا بنت ما ترد علي، انا كانت كلمت مع حياتي دي كان ردت علي. انا بعيد لغايه 10 وحياه المصحف الشريف الليله ما تغيري هدومك وتمشي المدرسه ايدي دي ما تنزل فاضيه. وحد عمري اضيعت نصه اراضي فيك. الليله انا عيد لغايه 10 وانت ما تلبسي هدومك تمشي الليله انا اضربك لما تقولي كفى. واحد اثنين ثلاثه اربعه. لا 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 لا, لا يا سعاد لا، ما بالطريقه دي. احمدي لا اله الا الله محمد رسول الله. يا سعاد انت كان داير تراضي بنتك وتزعلني انا؟ خلاص انت عارف زعلي انا شكله كيفين. رض بنتك وزعلني انا دي، لكن اقول لك حاجه، اشتري لها معاك ام. عجبك كده يا سعاد؟ يا سعاد 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 دقيقة يا سعاد دقيقة. داير من شنو يا اخوي انت؟ انا ما داير من شنو؟ يا اخوي انت منو؟ لا بتضرب ولا بتنهر ولا بتكورك، انت منو وبتسوي في شنو؟ يا اخوي اسمع داير اقول لك حاجة، انا والله فترته ولا بقيت قادرة عليك انت ولا قادرة على دلع بناتك. سعاد بالمناسبة اسعلي اسعلي انت بالمناسبة من حقك انك تزعلي. ما تكبر يا اخوي كلام بارد تقتل بيه وقلبي. لا لا يا اخوي اسمع دار اقول لك حاجه، انا وزول مدلع ما بنقعد في بيت واحد، وانا في بيت ابوي، لا مين تكون عندك كلمه في البيت ده رسل لي. سعاد لا شوف دي مشت. الكرنك ده كيف؟ الكرنك ده خطيه وخطيه، لكن في ستات رجع جوا هناك عليك الله في كيو وصنفري وطلع لي منه الفحمات نظفيه كويس. انا حمشي المنطقه الصناعيه اجيب بزبيرات واجي. هنيه. يا ابوي المشكله شنو؟ ما في مشكلة، بس أمي متعودة تزعل طوالي وأختي متعودة تتدلع على طول. بس كده؟ ما في أكتر من كده. طيب ممكن تقدري تفك لي الترومبة بتاعت العربية دي؟ لا يا أبوي عليك الله، أنا بخاف أكسر لي حاجة. يا الله يا هنية يا أخي ما تتعلم الخوف. بعد ما خوفي شنو؟ اللي بيخاف ده الزول اللي بيعمل حاجة غلط وأنت ما بتعملي غلط. بعدين يا أخي أنت مفتاح 13 ما في حاجة بتصعب عليك. بحاول. أختي
بنتي اختي يعني ما عاوزة تتكلم يا اسا ما مشكلة، بس انا وانتي حنطلع مشوار صغير كده ونجي راجعين ممكن؟ كان جاي ترجعني البيت انا لسه زعلانه ما راجع معك. بس يا تبرين الضيف مرحب حباب الضيف. انت عارفه يا سعاد لما اتقدمت لابوك وطلبتك وقال لي مبروك ناس الحله قالوا لي ان شاء الله تغلبي بالمال وتغلبك بالعيال، لكن لا انا غلبتك بالمال ولا انت غلبتني بالعيال. 10 بنات وداير عيال تاني يا راجل. يا سلام يا سعاد، الاطفال دي عبارة عن رحمة وشفعة وخير مالين علينا البيت فرح وسرور. انت عارف يا سعاد بيت ما فيه ضحك بتاع اطفال عبارة عن قبر. عليك الله خلينا، لقينا منه شنو غير الدلع. احمد ربك يا اخي احمد ربك، زوجنا منهم 6 وجابوا لك الأولاد والبنات ولسه 10 بنات ديل كوم، وأختي دي كوم براها. الله يا أحمدي دلحتها دلع شديد خلاص. دي ما أنا سميتها علي أختي. طبعا أنت عارفة إنه أختي كانت مرة عظيمة. هسه جايين عايزين مني شنو؟ جاي أقول لك معلش يا أمي أنا غلطانة. جلدتيني يا بنتي، جاي تحتزري هسه؟ اضربيني يا امي انا اسفه استاهل الضرب. يا بنتي ما بقدر. يلا دوري يا جامد دور. ما عايز تدور انا حعرف ادور كيف. يا سلام يا سلام عليك يا هنيه يا سلام. اها فكيت الطرمبه؟ الطرمبه فكيتها لكن الاسترتر ده بيشتغل عصلك معي ما قدرت ادوره. ما تتعاملي مع جسم الحديد، الحديد قوي. بالمناسبه هني الحديد طيب وبسيط للزول اللي بيتعامل معاه ببساطه. المعلم اللي علمني الصنعه قال لي الحديد خاويه ما تلاويه. حاضر حخاويه. هنية المشكلة بتاعت اختي شنو؟ اختي حددانا لانه عندها صاحبتها في المدرسة اهلها نقلوها مدرسة خاصة، هي ذاتها قالت لازم ينقلوها مدرسة خاصة. ما مشكلة. كيف؟ عاوزين نخلص من البتاع ده الليلة. حاضر حاضر يا معلم حاضر. سعاد سعاد رايك شنو لو حولناها لمدرسة خاصة مع صاحبتها؟ فيها قروش فيها ملايين الجنيهات يا ستي، باب وفاتح ورزق واسع. يا احمد يوسف انت شغال رزق اليوم باليوم وكفايه الحمله اللي عليك. سعاد 200 200 القروش كانت بتجيب في طريق نجاح اولادنا. 200 يا سعاد. هي وين القروش؟ العرق المر والشغل في الحر والجمعة والأعياد انت شغال فيها. أنا بتهمني حاجة واحدة، نجاح بناتي. ومال المدارس الحكومية؟ ما بالمجان ندفع للمدارس الخاصة قروش ليه طالما إنه في مدارس حكومية؟ يا سعادة العام ما زي الخاص، وبعدين دي بنتي وسميتها على أختي، يعني لازم تقرف أدخل مدرسة لأنه أختي كانت مرة تمام. انت حر اختي، انت عاوزة ياتو مدرسة؟ لا خلاص ما عايزة. لا 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 انا عاوزك تقرف احسن مدرسة خاصة. ما تخافي الحي رزق حي، وان شاء الله ان شاء الله القروش ترقد في ايدي زي الموية. خلاص يا اخوي دفق مويتك على الرهاب. لا 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 بتكلم جد والله. بالمناسبة الرزق ده من الله ولي الله. والله نحن خلقانين
من اللقمة اللي بناكلها طالعة من العرق المر المخلوطة بطعم الجاز والشحم وروش قاسية. ده ما رزقي أنا وبس، ده رزقكم انتو، أنا مجرد بواب، باب بس. أحمد يوسف انت ما شايف رقبتك لما تنوب شكلك شنو؟ هل بشوفك اهلي تقول انك ميت؟ اختي امشي اسجلي في ادخن مدرسة تعجبك ولا يهمك القروش، جيب الفاتورة لابوك، سامعة؟ ما أنا بدعاين للنجم بالنهار كده؟ ها؟ مالي بعاين للنجم بالنهار؟ يا أحمد يوسف بدعاين للنجم بالنهار في شنو؟ هنية يا سعاد. هنية مالة؟ هنية وغنية سعاد. أخوات الكبار عرس وثلاثة من الأصغر منها عرسة وهي يا راجل واقفة لك في حقك؟ لا كمرت عيشك إيدة قدت الصحن معاذ الله يا سعاد أكرم شو اللي بتقولي في ده؟ أوعى تفكر لها في عريس كان عندها قسمة بالجافي محلة وأخوات اللي أكبر منها والأصغر منها ديل عرضناه للبيع سعاد افهميني ارجوك افهميني انا ابو بنات عارفك يا اخوي وشايفك ده تقبل شريك وغريب وتديها لي وحيد وحيد ماله ما راجل برضو انا مهنية وبعرف هنية وبعرف وحيد كمان هنية بنتي عينه في التراب وحيد قلبه في السحاب وكان ربنا كاتب لها قسمه ونزل لها البيت ده فوق من السماء بينزل ونسال الله يكون منزل بيته سعيد ان شاء الله طيب لو فتح خشمه وحيد خشمه فاضي عشان كده ما بيفتحه ما يمكن احمدي قوم شوف شغلتك وخلينا نشوف شغلتي اهلا صباح النور كيف تمام كويسين اهلا يا وحيد يا ولدي كيف خدت سعاد تمام تسلم من كل بلد الحمد لله المعلم والليلة ما في ولا شنو والله تعبان عشان كده الليلة ما صحى بدري آه. تفضل على البيت خش لا ما خلاص بستناه هنا سامح الله يديك العافيه طيب الله يخليك ايوه يا هنية ايوه يا امي وحيد قال منتظرك في الورشه برا عشان تدور العربيه وحيد قول لي وامشي الليله ما في شغل انا تعبان ولا اقول لك
لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. كلمي وانا جاي. ابوي لو انت تعبان ما في مشكله، وخذ راحتك الليله. لا 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 انا جاي. مرضى باكي فاقد فيك علاج طبيبي، قالوا تروك سكونك يا دار وين حبيبي. مرضى باكي فاقد ليه مضى طالت ما شاء. ابوي دي تعبان شويه، انا ما عارفه وحقدر اشتغل ولا ما حقدر. يا الله يا اخي ما بسمع كلامي يا ابوك ده. كلمته قلت له يا اخي ورشه دي شغلانيه متعبه، شوف لك شغلانيه تانية يا اخي، بيعها افتح لك مطعم محل اتصالات، شغلانيه سهله وبعدين رزقك كويس. قولوا بسم الله. بسم الله. خلاص طردوك من المدرسه يا حلوه في القروش. ابوي قال بيدفع. ابوك يا بنتي داير لك الخير لكن ما عنده، ودي الناس ما بعرفوا حاجه اسمها ما عنده. من في من ما في دايرين انه يجيب، ومن ما في دي بلده وين؟ ده في 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 يا سعد قال لك ما في منه. اهوينا هو ده شيك لكن رجع هاي هو ده وقته مقبل. قلنا لكم الكلام ده ما سمعتونا. اسمع يا بنت شيل الشيك ده، امشي الاداره بتاعت المدرسه قول لهم يوم يومين وبينصرف. يا بنات يلا قوموا عشان الغدا. قوموا قوموا. غداكم شنو؟ مفروكة بامية. تاني مفروكة بامية؟ انا ما بحب البامية. يلا يا عمتي خليها دي اصلا مدلعة. اوعى تكون عاملاها سلطة اسود. خلاها سلطة الاسود يا حبيبتي، ما تاكليها، اكلي البامية وحلات البامية مبكبك. انت ليه ما تجيبوا لنا مكرونة ارز دجاج حياة زي دي؟ يا بنت قومي بطل بالسيف ده عشان كريش تقوم على حالك. ما عايزين بامية عايزين براست. يا سلام انتوا متفقات ولا شنو؟ براست ما في. ماما عندك سجق قولي فيه. حلك الله قولي فيه. بامية وبس يلا. بعد عشان الغدا. كويس. مالك يا رب؟ لا لا ما 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 ما, ما في حاجة. ما يبقى غسل الصابون في يدك. ها؟ الصابون في يدك غسل. نظيف؟ ما شايفها؟ نظيفة. نظيفة زي يدين أبوي الله يرحمه. ما في أي غلط. نظيفة.
أبوي مالك؟ أبوي أبوي كلم معي كلم معي يابا أبوي أبوي مالك يا أخي؟ أبوي أبوي مالك يا أخي؟ أبوي يا أمي يا أمي يا أمي أبوي يا أخي تعالي أبوي 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 علي 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 السلام عليكم. اهلا اهلا مرحبا هنيه. كيف ازيك؟ كيف تمام؟ اهلا وحيد. ان شاء الله كويسين. الله يسلمك. الحمد لله. لا 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 تعال اقعدي اقعدي. مي بارده على الاقل. لا لا ما في داعي يا اخوان. انا ما ودي البيت ده، وممكن امشي افتح الثلاجه اشرب براي عادي، يعني ما في مشكله. الحقيقه يا اخوان انا حاسس انه انا جزء من البيت ده. حقيقه انا قلبي عليكم، البيت ده كله بنات وما في ولا راجل واحد. اها. شغل الورشه ده اصلا شغل رجال، وانت ما عندك خبره. بدل ما الورشه تكون قاعده ساكت وانت محتاجين لي مصاريف. ما تكمل كلامك، الورشه دي مال البيع. انت اسمعيني وخليني اكون معاك صريح، الورشه دي يعني احمدي، واحمدي مات كويس، والباقي ده رايش وسكراب وسكن هاند ساكت كويس، عشان اختك دي تقرا وتربي السهار بيعوها وهي اصلا ما جايبه حاجه. لو انت فاكر انه الورشه احمدي واحمدي مات، احمدي ما مات. والله انا قصدي خير، خلاص ورشتكم عندكم وانا كلامي سحبته. خليها صافيه يا وحيد، ما تصيد في العكر. انت احمدي يده في خشمك وانت اصبعك في عينه. ما تفسري كلامي غلط، انا قصدي شريف. اذا قصدك شريف فعلا تعال شغل ورشه وغرقنا في خيرك. بس انا تلميذ، انا ما معلم. جيب لك معلم. ما في معلم غالب يجيب لك مفتاحين 13 و14 واشتغل لنفسه حتى لو في الشارع. من الاخر، الورشه مال البيع. عينكم في راسكم، اعرفوا خلاصكم. هلا وحيد يا ولد، ازيك؟ مرحبا، اهلا وسهلا. كيفك؟ كيف الاحوال؟ الحمد لله. الحمد لله. انا كنت جايك هسه على البيت. مرحبا، اهلا بك، تفضل على البيت. شكرا لك. انا ما جايه زايره المره دي، جايه غايره. اهلا بيك برضو، مرحبا. الله يتفضل. اسمعني يا وحيد يا ولدي. اها سامعك، انا كل يضا. انت طبعا يا وحيد يا ولدي ما غريب علينا. بسم الله، احنا اهل. لبست ثوبي ده ودقيت باب الجيران، الباب السابق، فتشت الارحام، قلت يا رحام يا رحيم، مشيت الاقارب اخير من نور العقارب. الزمن دي ما في غير أصحابك الخمسة ديل، والزول في الزمن ده ما خانوا غير قرشه. قلت يا وحيد يا ولدي عارف الحالة، أنا هرملة ومليانة بنات، كنا نبيع الورشة خير من ما نبيع موية وشة. والله الموضوع ده أنا طرحته لهنية. هنية غبية يا ولدي، النار في الشريك ترمي روحها فيها وتنحرق. أنا جهزت لها بيعة مرتين، لكن زي ما بقولوا البيعة الأولى ذهب والثانية رطب. بتبيع بتبيع يا ولدي بتبيع. مرتين ألقى الزبون وهنية صدني. شوف لها بيعة بأي طريقة يا وحيد يا ولدي. البيعة الثالثة حطب، كانت عرضت بيجيبوا سعرها في الواطة. اسمع يا وحيد يا ولدي، ما بسكت ليه؟ شوف بقى وسكت خشيماتهم مني يوم يومين. والله انا اشوف نقول يا رب يا رب يا رب لطفك وعطفك يا الله، يا الله لطفك وعطفك يا الله. حنية دي شنو؟ خطاب.
من وين؟ من ولد الحطاب. انا اداكم الجواب ده منه؟ شافعي صغير اديته لاخته قالت لي دي لهنيه. شنو؟ امشوا جيب جنيه. ما عندي جنيه. خلاص جيب الجواب. هتمشوا ولا؟ والله الراجل ده كان معاي اسع وشاف براو بعينه انا نورته زي ما انت شايفه براك. الورشه ما فيها حاجه، كلها اربعه محركات والاربعه ذات خرده وبايظه ساكت، والباقي كله رايش وسكن هاند وكرور ساكت. هس هو قال لك بدفع كم؟ والله قدر ما جابته جاي. الراجل دفع 500 ابا يزيد كله. ورشه قدر ده ب 500 جنيه وحيد؟ الورشه اصلا ما فيها حاجه، كله كرور وخرده وصواميل ساكت. عشان كده يا اخي بارك لي يا اخي بارك لي بال 500. انا خايف ال 500 تبع شويه ما تلم فيها ذاته، عشان كده بارك لي بال 500 وسلمي ورقه. انا المعزف فلان، اعرفك جيدا وانت ايضا تعرفيني، وسبب اختفائي وراء هذه الرساله هو خوفي من عدم موافقتك بالاقتران بي، وأنا أتضور شوقا لذلك. عزيزتي هنية، أرجو أن ترسلي لي موافقتك بالقبول أن تلبسي ثوبا أخضر، فأعلم أنني من المحظوظين. وإن كنت تفكرين في الأمر أرجو أن تلبسي ثوبا أصفر، وأنتظر إلى أن يحين موعد سعدي. أما إذا لم تعجبك فكرتي فأرجو أن تلبسي ثوبا أحمر، وأعرف من خلاله أنني غير جدير بشرف الانتماء إليك. فيشني يا بيت؟ ما في حاجة. فيشني يا بيت؟ روحي كزيت تمرق من كلعك. فيشني؟ ما في حاجة يا أمي، أنا كويسة. ما تقضي بعدك كويسة كيفين يعني؟ ده شنو؟ دي ورثت أبوك يا بتي. أنت كبرت البيت بقيتي، وده حق أيتام، وأنا ما بعرف الحساب، وخايفة أكملها كلها في يوم واحد يا بتي. ما فاهمة ده شنو بالضبط يا أمي؟ وحيد يا بتي جاب لنا زبون للورشة. وحيد؟ آه يا بتي، أنا مشيت له بكراية المعويات ديلة يا بتي، وترجيته بالساندة وقعدت له في الواطقة دي عشان يجيب لنا زبون للورشة يا بتي. يا أمي زبون للورشة ليه؟ يا بتي أنا أرملة وإنتوا بنات أيتام، والبيت ما فيه راجل. ما فيه راجل يعني موت؟ الكاسب مات، والليدة القادرة تبطش وتجيب يتوسد طرقة التراب، وكان قل المحسنين كتر الشحادين. الأيتام يعيشوا من وين يا بدي؟ جيبي يا يمه. هاك يا بدي، الشيء ده بقت تقيلة وانا بقيت ما قادر عليه. خلاص يا أمي، انت عملت اللي عليك، الأمانة وصلت. وحيد مرحب. مرحب فضل. اهلا مرحب مرحب بيدنا المر. والله اهلا بكم، زارتنا الملائكه. والله مرحب فضلوا. زيك. اهلا 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 هنيه. اهلا هنيه بنت الرجال، بنت الرجل الما ساهل. عم وحيد القرن زيك يا بنت. خلينا ادب. خالتي شينه كيف؟ تمام. عمتي القرده فضلوا فضلوا. اوف التقديم على ريحتك كده. اسمع، احنا ما جايين نتفضل ولا جعانين، جايين ناكل ونشرب. الله 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 الله. انت تاجر يا وحيد، بياع شراي، لكن احنا ما بولده. نعم. وخسرتك يا ابوي سكنت دي قيمتك. لا ما 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 والله انا ما ما يعني ما قدم السبت. ليه ما بقيت له ولا حد؟ ما علمك الصنعه وسافر، ليه ما سندت قفاو؟ افهميني يا هنية. انا فاهمك كويس، وبعد ده
دار ترسل لي وشك المزيف عشان تغريني وبعد ذاك تظهر وشك الحقيقي؟ نعم. هتنكر تقول الجواب ده ما كتبته انت؟ ما اصلا والله شبعنا مسلسلات ودراما، ما خلينا فيلم مأساوي ما حضرناه لحد نهايته. مسلسلك معاي نهايته مكشوفه. البس لك اخضر وتجي انت بحصانك الابيض عشان تتزوج الورشه اللي ما قدرت تشتريها رخيصه. تفكني انا عكس الهوى؟ لا ابدا وحياتك انت. على العموم الورشه ما للبيع وانا ما الحرمه المنتظره عريس. بعرف. بتعرفي شنو؟ بعرف الكسرة، كسر رقبتان ان شاء الله. يا بنات ما تقوم تخش من جوا. انت يا امي هنيه دي قوية خلاص. ماله؟ شكلت لك عم وحيد شكلها؟ هي بقت عليه وحيد؟ هنية. نعم. أنا سألت نفسك مرة إنه أنا سميتك هنية ليه؟ أنت قلت لي إنك سميتني على أمك. لأنك أنت أمي. عملت لي شنو في موضوع الرسوم؟ هنية؟ نعم. أمي قالت لك عملت لي شنو في موضوع الرسوم؟ نعم. أمي قالت لك عملت لي شنو في موضوع الرسوم؟ ما تخافي يا أختي. كيف ما أخاف؟ مطرودة أنا ودي مدرسة خاصة. يا تدفع يا تمشي أهلك. هندفع. فتح يا عليم يا رزاق يا كريم. بسم الله. يا امي هنيه بنتك دي جنت. يا بنتي بعد ده الجنه جنه والما جنه الجنكي من العديل كده. اسي لو جه زول عربيته عطلانه بتصلح عليه؟ خلاص مش ودي لها الشاي. ما بودي لها بيت ميكانيكيه دي ما عدونا لها. خلاص لحد ما يدوك لي اسكتي. حاضر سكتت. الحديد خاويو وما تلاويو. الحديد طيب بسيط اتعاملي معه ببساطة. تعرف انا سميتك مفتاح 13 ليه؟ لانك انت اهم زول في البيت ده. عشان كده انت مفتاح 13. Thank you.
وإيه قلت لك تعاملي مع المحرك ده زي كأنه واحد من أخواتي؟ قاعدين كده دي قاعده شو ما تقعدوا قاعده زي دي يعني دايرين نعمل شنو بالظبط كده اختي قومي غسلي كلام كده بصابون بودره يا هنيه يا بنتي قال المثل المبتك درى ما تجيب خبره يعني عليك الله يا امي هسه اختي دي ما بتقدر تغسل البتاع ده بصابون بودره لا انت اللي ما بتقدر على الحياه اللي بتسوي فيها دي عندك زمن تغسلي الكربريتر وتصنفريه كربريتر شنو كرر شنو يا بنت انا ما اعرف حاجه زي دي ابوي قال ما في حاجه صعبه ابوك وين وانت وين يا بنتي من الليله انا ابوي وامي مش ابوي مسمي البنات دي الواحده خالتي وعمتي واختي انا من الليله اسمي ابوي خلاص يا ابوي انت داير شنو عشان نحن نسوي لك اول حاجه طلعوا الحزن من عيونكم طلعوا الخوف من قلوبكم وتحزموا البسوا لي لبس خمسة وانتظروا لي أنا جاية ما تنسي تغسل الكرنك بسرعة ده عبارة عن طفل لو رفعت الصوت وش طفل بيخاف عشان كده المحرك ده يتعاملي معاه 1-2 بالراحة إذا البيستم نزل خلاص ما نزل يعتبريه زعلان حنسي أضحكي معاه رديه بعد كده المحرك بيشتغل 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 المحرك يشتغل والمحرك يشتغل هيا يا بنتي الحاجة قلت نظفها لك دي نظفتها لك يا أمي ما نظفتي زي الناس عيني يا بنتي نظفتها لك بس صنفرة كمان عالية الدي كويس ما مشكلة عارف يما؟ عارف المحرك ده لو انا شغلته هيجيب 2 مليون من خشمك ولا باب السما يا بنتي عارفه يا امي هندفع منها قروش اختي وهسدد منها ديوننا والباقي هنخليه معانا مصاريف هاي لكن يا بنتي هالشي ده ليه حسه نازة بحر هيدور يما السلام عليكم وعليكم السلام اهلا يا وحيد يا ولدي كيف الاحوال ان شاء الله كويسين تسلم معليش يا اخوانا الواحد جاب دون مواعيد وكده يعني البيت بيتك يا ولدي معليش لكن الحقيقة انا جاي وجاي معي عرض كويس جدا للورشة والمشتري حيدفع السعر ما بطل كده يقول بسم الله يركب العربية ها؟ صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام الفعل حبيب اركب بس بسم الله الطبلون ولع اي ولع انقر ما في نقرة انقر تاني بس كده كيف انقر هيا بتدي شغل النسوان ساكت دقيقة عليك الله بس يا أمي دقيقة يا أخي دي بطارية جديدة وجرى لها موتو وجرى لها كرنك
العربية دي ما حتدور ولا حاجة. حتدور يا وحيد. ما حتدور. ما حتدور، بعدين يا أخي دي شغلة بتاعت رجال، أنت مالك ومال يا أخي يا سعاد، تكلمي مع البنت يا أخي. كلامك صح يا وحيد يا ولدي. أي هنية يا بنتي. قال الصح كم ما نجاك، الكذب ما بنجيك. أنا مش كذابة. مش في مثل بيقول الكذاب وصلوه حد الباب؟ وصلونا حد الباب بس. نشوف. تروح